كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبتين بلدنا حبابة وحباب النيل، حباب الغابة، هذه الألوان الوطنية التي تتلون بها لوحة الصباح لليوم، وهذا النبض الصباحي الذي نحتفي فيه بذكرى الاستقلال، ونحاول أن نعرف الاستقلال بتعريف أعمق وقريب من الجميع، وفي إسقاطات على الواقع كيف يمكن أن نربط استقلال السودان بالواقع، وكيف يمكن أن نغير إيجابا، وكيف يمكن أن نحقق السلام والاستقرار. فالتحية لكم جميعا، والتحايا في مبتدر هذا الصباح لكل المبدعين ولكل المطربين، واليقين أن الاستقلال في البداية كان هو فكرة المثقفين وكان هو فكرة المبدعين، فهذه الخطوات التي خلقت استقلال السودان، وسعداء في هذه المساحة أن يكون معنا المطرب الفنان رائد مرغني. صباح الخير وكل عام أنت بخير. مرحبا بك ومرحب بغناة الشروق ومرحب بكل السودان، والبلد يعني تتزين وتتجهز للاحتفال بعيد الاستقلال. مرحب بك. مرحب بكم. والاستقلال زي ما ذكرنا هو عنده بصمته الخاصة ووقعه الخاص عند المبدعين بشكل خاص. نعم. فكمطربين بيعني لكم شنو الاستقلال؟ والله الاستقلال هو طبعا واقع، والواقع لابد له من فلسفة عشان يكون واقع محسوس للناس. يعني الاستقلال عند المبدعين انت بترى الوطن كله في عمل، في 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 توب جديد كل سنه، في ابداعات جديده، في الحان جديده، في مدارس جديده، في التعليم الراقي، في كل المجالات. يعني فالاستقلال هو وطن مكتمل الاركان، مش بيشتغل بكل قوته، كلهم في مجاله، ونحن كمبدعين بننشد يعني هذه اللحظة النبيلة، إنها يوم من الأيام تكون في السودان، يكون في تعليم ممتاز، يكون في صحة ممتازة، كل الحاجات تكون جيدة يعني إن شاء الله. وده بيأتي من خلال هو فلسفة. صح، نرجع نتكلم عن المحتوى للأغنيات وإلى أي مدى هو يلامس هذا الانتماء الوطني. نعم. لكن نبدأ براية استقلالنا. جدا ويسطر التاريخ مولد شعبنا، ويسطر التاريخ مولد شعبنا. يا إخوتي غنوا لنا، غنوا لنا اليوم.
كرري كرري تحدث عن رجال فالأسود الضاريا خاضوا اللهيب وشتتوا قتل الغزاة الباغية والنهر ينضح بالضحايا بالدماء الغانية ما لنا فرسال لنا بل فر جمع الطاغية يا إخوتي غنوا لنا غنوا لنا اليوم اليوم فليذكر التاريخ أبطال لنا عبد اللطيف وصحبه فليذكر التاريخ أبطال لنا عبد اللطيف وصحبه غرسوا النواط الطاهرة غرسوا النواط الطاهرة ونفوسهم فاضت حماسا كالبحار الزاخرة من أجلنا ارتادوا المنون ولمثل هذا اليوم كانوا يعملون من أجلنا ارتادوا المنون ولمثل هذا اليوم كانوا يعملون غنوا لهم يا إخوتي فلتحيا ذكرى السائرين يا إخوتي غنوا لنا غنوا لنا اليوم اليوم السودان أرض السؤدد هذه يدي إني أنا السودان أرض السؤدد هذه يدي ملأ بألوان الورود غطفتها من معبدي من قلبي فريغي التي تكسر حصون المعتدي من قلبي فريغي التي داست حصون المعتدي أضحت كل شعوبها أفاغ فجر أوحدي فأنا بها وأنا لها فأنا بها وأنا لها سأكون أول مفتدي يا إخوتي
غنوا لنا غنوا لنا اليوم نرفع راية استغلالنا اليوم نرفع راية استغلالنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا يا إخوتي غنوا لنا غنوا لنا اليوم اليوم يا سلام يا سلام. عبد اللطيف وصحبه غرسوا النواة الطاهرة ويبقى حديثنا دوما عن هذه النواة وهذا الغرس والحفاظ عليه. لأي مدى نحن نحافظ على هذا الغرس ولأي مدى نحن نتعهده بالسقية؟ وكنا يعني في بداية حديثنا بنتكلم عن المطربين بشكل خاص وعن دورهم في الحركة الوطنية وفي استقلال السودان. وده سؤال جيد يعني، لكن نحن بنحافظ على النواة الطاهرة والاستغلال وكل المجاهدات دي زي ما قلت لك بالعمل أكيد. العمل الراقي اللي بيودي بلدنا لقدام بالإبداع. الإبداع دائما هو ملازم للعمل طبعا، طالما في إنجاز طوال بيواكبوا طوال عمل جديد. طالما في إبداع في أي حتة في البلد، تعليم، صحة، أي حاجة جيدة للبلد لابد إنه يواكبها أعمال فنية وبتكون متميزة بنفس تميز العمل اللي اتخلق في الحتة دي يعني. صح، هو يمكن بيبقى السؤال يعني هل العمل اللي بيولد الإبداع أو الإبداع هو اللي بيولد العمل؟ هو العمل اللي بيولد الإبداع. العمل والإبداع، والإبداع محفز بالتأكيد. يعني لو ما كان في استغلال ما كان جات الغنية دي وأغاني كثيرة. صح، ولو ما في إبداع ما كان صنع الاستقلال. يعني نحن بنتكلم عن إنه لا، هو التحفيز ما براو، التحفيز ما براو، التحفيز لأنك أنت تعمل إنجاز جديد. يعني مثلا لما كانت الأغاني قبل الاستغلال، لأنه كان في عمل قبل الاستغلال، كان في ناس شغالة على أساس إنه يجي الاستغلال، كان في نضالات كبيرة جدا جدا، وكلنا قرينا الحاجات دي وعارفينها بالتأكيد يعني. والإبداع كمان ما نتائج بس، يعني الإبداع أيضا عمل، هو يعني عمل، هذا الإعمال للإبداع هو أيضا عمل، لكن يأتي بعد العمل ويأتي كتحفيز للعمل. مرات يكون كتحفيز محفز، لكن كتحفيز كيف أصلا بيكون أصلا في حاجة بدوا الناس يعملوا فيها، في نواة. خلينا برضو نتكلم يعني في إسقاط على الواقع عن دور المبدعين حاليا، المطربين بشكل خاص، في إنه هم يعني ينموا موضوع التربية الوطنية والانتماء للوطن والأغنيات الموجودة في هذا الطريق. والله يا أخي هي شوف، هذه أنت بتتكلم عن المطربين الواعين. أنا أفتكر إنه المطرب المثقف والواعي هو اللي بيقدر ينمي وبيقدر يعمل حاجات كثيره جدا، بيقدر ياتي بعمل ابداعي كبير فيه مساحات جميله وفيه نوع من التغيير. وبعدين يعني قد يعمل تلاقي بين الناس، لانه هو واعي، عارف يختار النص كيف، عارف يعمل اللحن كيف او يختار اللحن كيف إذا هو ما بيلحن. طريقة أداء، الثقافة بتظهر في الأداء طبعا، الثقافة بتظهر في الأداء، اختيار أيضا للأغنيات. نحن قلنا الاختيار، لكن الثقافة بالذات عند الفنان تظهر في أداءه، في أداءه، في وقفته، في لبسه، في متين يقدم الغنية، يا تغنية يقدمها هسه في اللحظة دي ودي بعدين. والثقافة ذاتها طبعاً قائمة على حاجات كثيرة. نعم. يعني المعارف نفسها. نعم. المشاهدات، هي سمع الموسيقى، هي أي حاجة في الحياة لو ما عندها فلسفة ما يكون عندها واقع.
طبعاً. الثقافة هي فلسفة للحياة. لكن الاتهام يعني الموجود وبالتأكيد أنت سمحته أنه هم المطربين اليوم في حديثنا عن الغناء الوطني بشكل خاص بيرددوا أغنيات الرواد، يعني حاليا ما بتجد أغنيات كثيرة حتى في إطار الاختيار للكلمات والقصائد لمطربين يعني كثيرة في المساحات الإعلامية، في إنه هو موجودة من مطربين موجودين. كل ما جاءت ذكر الاستقلال نحن نردد ذات الأغنيات للرواد، ده ما بيمنع يعني، ولكن لا بد إنه يكون في منتوج جديد يعني. أي مرات الحاجة دي بتكون من ناس الأجهزة ذاتهم، هما بيطلبوا منك يقول لك تعال والله غني لنا مثلا أغنية الفلانية. ومرات يعني ودي أنا متأكد منها بيكون خوف من المطربين إنه يقدروا ينافسوا الرواد، أعمال الرواد الضخمة والبقت راسخة يعني. يعني أنا الآن عندي أغنيات معروفة يعني كأغنيات عاطفية وكأغنيات وطنية سجلتها للإذاعة يعني. يعني لكن الخوف من التجريب ده بيجي من وين؟ يعني انت الان بتكلم عن انه هم عندهم خوف من تجريب منتوج جديد، والله بيجي ما من وين؟ ما هو خايف انه ما ينجح مثلا في الاغنيه، لانه والله يعني انت جيت هسه انا في اللحظه دي سمعت اغنيه وطنيه قبل شويه، اغنيه راسخه لابراهيم عوض، اجي اقول والله اقدم اغنيتي انا، الناس قالت لا ما بتسمعها. المتلقي يعني خوف من المتلقي؟ طبعا الخوف كله من المتلقي عند الـ عند الـ عند الـ الفنان. الخوف من المتلقي هو مطلوب انه الفنان دائما. لكن انا بفتكر انه الحكايه ذاتها يعني هي المفروض تكون يعني انت الليله قدمت اغنيه، قدمتها الليله الناس سمعوها، جيت قدمتها بعد كم في مناسبه ثانيه، ثاني الناس سمعوها، بعد شوي حينفعلوا معاها، حتكون رسخت، لانه الفن اصلا رسوخ اصلا، هو ما من اول يوم والله الناس حتصفق لك تقول لك والله انت ابدعت. صح، وبالتاكيد لكل منتوج بدايات. نعم. نحن حنرجع نعم. نتكلم عن المطرب والمتلقي، لكن نسمع اغنيه ثانيه. نسمع شنو؟ نسمعكم اغنيه لعثمان حسين كيف العشق يا معلق. كيف لا أحسك جمالك، ما رأت عيناي مثالك، كيف لا أعشق جمالك، كيف لا أحشيك جمالك، انت مغري، انت بأدبك دلالك، انت سحري، فيك أجمل شيء خصالك، انت بدري، أبعد الغايات منالك، لو رنت ترسل نبالك، قلبي لا عبه مالا، به مالك
به ومالك قلبي لاعب به ومالك قلبي لاعب به ومالك له حق لو كان هوالا كيف لا أحشي جمالك ما راد عيناي سالك كيف لا أعشق جمالك بسمتك توحي الأغاني أسمى آيات المعاني في هواك لقيت هواني في هواك لقيت هواني محترف قلبي ولساني تندي زي زهر الخميلة تزدهر في روح جميلة علي أخلاقك نبيلة ويخجل البدرين هلالا كيف لا أحشيك يا مالك ما راد عيناي مسالك كيف لا أعشق جمالك طرافي في نعيمك بس أنا منك جحيمك آه 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 قول لك قل لي كيف أصفر بليمك نار تطفى روحي ترغى نار تطفى روحي ترغى في سما العزب كمالا كيف لا أحشك جمالك ما رأت عيناي مسالك
سعادك كيف لا أحشق جمالك. شكرا جزيلا رائد مرغني على هذا الحضور الصباحي الأنيق، ولنا بالتأكيد لقاءات نتحدث عن المتلقي والمطرب وغيرها من أشكال وبصمات المطرب في الحاضر. والتحية لهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء الدائم. يتواصل معكم هذا المد الصباحي على شواطئ الحس الوطني بعد الفاصل.